انك بيترجم من الكمبيوتر www.yahoo.com بيترجمها لرقم الاي بي بتاع الياهو بتاعي طبعا. وبعد كده عندي اللي هو الار اي بي، وده اختصار اختصار لكلمة اللي هي الراوتينج انفورميشن بروتوكول. وبعد كده عندي في اللي هو الاس ان ام بي. طبعا في بروتوكولات ياما جدا يا جماعة، في عندي زي اللي هو الاي ار بي، وعندي الاف تي بي والاس ام تي بي والبوب 3، وعندي الاي ماب، وعندي الاي سي ام بي والار اي بي والاو اس بي اف اللي هو الاوبن شورتست باس فيرست، والاتش تي تي بي طبعا، والاتش تي تي بي اس. عندي طبعا بروتوكولات كتيره جدا خد بالك موجوده في الطبقه بتاعه الابلكيشن. بعد كده يا جماعه عندي الطبقه اللي يليها على طول، الطبقه اللي هي اسمها الترانسبورت. الترانسبورت دي يا جماعه بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ايه يا شباب؟ بيحصل فيها عمليه مانجمنت للداتا بتاعتي او مانجمنت للباكت. بتتقسم يا جماعه عن طريق حاجتين، بتتقسم يا اما تي سي بي يا اما يو دي بي. تمام، بتتقسم يا اما تي سي بي يا اما يو دي بي. طبعا الموضوع ده فيه تفصيل اكتر من كده، ولكن المجال زي ما بيقولنا انت بالنسبه لك عايز الحاجه مش عايز تاخدها بالتفصيل. تمام، بالتفصيل ان شاء الله هتاخده في السي سي ان ايه ان شاء الله. تمام، ده بالنسبه للطبقه بتاعه الترانسبورت. يبقى عندي يا اما بتتنقل في صوره تي سي بي الباكت، يا اما تي سي بي يا اما يو دي بي. تالت طبقة على طول الطبقة بتاعة الانترنت. وطبقة الانترنت دي يا جماعة دي اللي هي بيحصل فيها بقى الاتصال الفعلي ما بين الهوستس المختلفة. تمام، ودي الطبقة اللي بيحصل فيها الاتصال الفعلي ما بين الهوستس المختلفة، وفيها بتاخد الباكت بتاعتي الاي بي بتاعي. الاي بي دوت بيبقى فيه حاجة اسمها السورس وحاجة اسمها الديستنيشن، انا جاية منين ورايحة فين، وفي الهيدر بتاعها برضو بيبقى موجود ازاي هتجمع في الديستنيشن او الحاجه اللي انا رايح لها. طبعا في جوه طبقه الانترنت في كذا بروتوكول زي بروتوكول الاي ار بي والاي جي ام بي والاي سي ام بي، وده برضو بتاخده بالتفصيل ان شاء الله في السي سي ان. بعد كده اخر طبقه خالص اللي هي بيبقى فيها طبقه اللينك او الميديا اكسس، اللي هي بيبقى فيها الايثرنت والتوكن رينج والفريم ريلاي والاي تي. في الطبقه دي طبعا انا بشوف انا شغال 10 بيس تي ولا 100 بيس تي اكس ولا 1000 بيس تي، ولا انا شغال ايه بالظبط، فايبر اوبتكس او الكلام ده كله. تمام، ده كده يعتبر بنسبه مبسطه جدا للبروتوكول بتاع التي سي بي اوفر اي بي. وهنا طبعا بيعرض نموذج، وان شاء الله هنرفق الفلاش التعليمي دوت ل في الملفات المرفوعه ان شاء الله باذن الله. هنا بيقول لك لو انا مثلا بكتب www دوت مثلا اسلامي دوت كوم، بيتعرض الاول على الدي ان اس. الدي ان اس دوت بياخد اليو دي بي، اليو دي بي بيعدي على الاي بي بياخد الباكت بتاعته بيروح على الايثرنت وهكذا. طبعا العمليه دي برضو حضرتك مش مطالب بيها، مطالب بيها ان شاء الله، معلش ناجلها لما نوصل ان شاء الله لشرح السي سي ان ايه. ربنا يمد في عمرنا ان شاء الله بالخير ونشرحها لحضراتكم. تمام، الكلام ده كله يا جماعه بالنسبه لنموذج التي سي بي اوفر اي بي. يبقى التي سي بي اوفر اي بي مكون من 4 لاير، احفظهم يا جماعه الاربعه لاير دول، النتورك اكسس او اللينك والانترنت والترانسبورت. الترانسبورت طبعا بيبقى تي سي بي او بيبقى يو دي بي. وبعد كده طبقه الابلكيشن، ودي اخر طبقه من الطبقات الموجوده اللي موجود فيها زي الاف تي بي والاتش تي تي بي والاس ام تي بي سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول. تمام، بعد كده يا جماعه عندي نموذج اسمه الاو اس اي لاير. الاو اس اي لاير، الاو اس اي لاير يا جماعه مكون من كام طبقه؟ مكون من 7 طبقات. مكون من 7 طبقات. اول طبقه من تحت طبقه اسمها الفيزيكال لاير والداتا لينك لاير والنتورك لاير والترانسبورت لاير والسيشن والبرزنتيشن والابلكيشن لاير. تمام، وكل طبقه من دول برضو يا جماعه ليها طبعا وظيفه محدده. بنبتدي من فوق الابلكيشن، بعد كده برزنتيشن، سيشن، ترانسبورت، نتورك، داتا لينك، بعد كده اخر طبقه خالص اللي هي الطبقه بتاعت الفيزيكال. تمام، بالنسبة لأول طبقة خالص اللي هي طبقة الأبليكيشن، دي الطبقة اللي هي المفروض بيبقى فيها برضو نفس البروتوكولات بتاعتنا اللي أنا بشتغل عليها زي الـ FTP Service والـ HTTP والكلام ده كله، خدت بالك، أو الأبليكيشن اللي أنا بشتغل عليها عشان أكسس على أي نتورك. بعد كده طبقة الـ Presentation، وطبقة الـ Presentation دي أو طبقة التحضير بيبقى فيها زي حاجة اسمها الـ ANSI،
خدت بالك؟ وبعد كده عندك طبقة السيشن اللي هي الطبقة بتاعة التحضير، دي بتتأكد من ان في اتصال سليم ما بين الكلاينتس المختلفة. بعد كده عندي الترانسبورت، خدت بالك؟ بيحصل فيها الموضوع بتاع الايرور ريكفري والفلو كنترول والمالتيبلكسنج بورت والكلام ده كله. طبعا معلش هو الكلام ممكن يكون صعب شوية، بس لما تاخدها ان شاء الله بالتفصيل هتلاقي الموضوع ممتع جدا وهتقدر تفهمه ان شاء الله. تمام التمام، اللي هي موضوع الترانسبورت دي خاصة بالبورتس والداتا سيرفيس والكلام ده كله. بعد كده عندك الطبقة بتاعة النتورك، طبعا النتورك دي بيشتغل فيها يا جماعة، ومهم تعرف لو بيشتغل فيها الراوترز، خدت بالك؟ يبقى لما اقول لك الراوتر بيشتغل في انو لاير، بيشتغل في لاير، ايوه مظبوط، لاير 3 اللي هو النتورك. تمام، يعني عملية الراوتينج والسويتشنج بتتم فين؟ بتتم في الطبقة بتاعة النتورك. تمام، بعد كده عندي الطبقة بتاعة الداتا لينك. طبقة الداتا لينك دي بيتم فيها التحضير والكلام ده كله، تمام، وبيشتغل فيها البريدج والسويتش والكروت بتاعة ال NIC او الكروت بتاعة النتورك بتاعتي. شباب اخر طبقة عندي بيتم فيها طبقة الفيزيكال، دي بيعمل بقى ايه؟ بتبعت لي الباكت بتاعتي للنتورك هاردوير، يعني بتبدأ بقى الباكت بتاعتي خلاص بتبدأ تتبعت في النتورك هاردوير، ودي بيشتغل فيها الهاب والريبيتر والكلام ده كله. تمام، نفترض احنا عايزين نعمل نموذج لانتقال الداتا ما بين جهازين. زي ما احنا شايفين، اول حاجه من الجهاز الاولاني بتعدي على الابلكيشن برزنتيشن سيشن ترانسبورت نتورك داتا لينك فيزيكال، وتروح على الجهاز التاني تبدا بالفيزيكال داتا نتورك وبعد كده ترانسبورت سيشن برزنتيشن ابلكيشن. تمام، برضو الموضوع فيه تفصيلات كتيره جدا احنا مش هنتطرق ليها. طيب انا عايز احفظ ال معلش نرجع كده تاني، انا عايز احفظ النموذج بتاع التي سي بي، او النموذج بتاع اسف الاو اس اي. بحفظه ازاي؟ بحفظه بالكلمه البسيطه ديت: all people seem to need data processing. all people seem to need data processing. تمام، عشان احفظ اللي هي الابلكيشن برزنتيشن سيشن الكلام ده كله. all application people presentation same session to transport need network data data link وعملية اللي هي البروسيسنج. تمام يا شباب، ده عشان احفظ برضو النموذج بتاعي دوت. طيب الكلام ده كله بالنسبة لنموذج ال OSI layer. ال OSI layer يبقى احنا كده خلصنا النموذج بتاع ال OSI layer وال TCP over IP. بكده بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وصلنا لنهاية شابتر 8. اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة اللي بعد كده. دمتم في رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.